السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. هارد لك لنادي بيراميدز، هارد لك النهاردة هزيمة نادي بيراميدز من نهضة بركان في المباراة النهائية للكونفدرالية وحصول بيراميدز على المركز الثاني. كل التحية لبيراميدز، يستاهل الإشادة، يستاهل التحية، شرفنا، أدى الحقيقة بشكل أكثر من رائع في أول مشاركة لي في الكونفدرالية. إن شاء الله بإذن الله القادم أفضل لبيراميدز. تحدي جديد بيخوضه نادي الاتحاد السكندري، تحدي جديد في وجود محمد مصلحي، جهاز على مستوى عالي جدا حسام وإبراهيم حسن، ثم دايما عودنا حسام حسن بتحدي مختلف مع مجموعة من الناشئين من الخبرات. واضح أن طموحات الاتحاد السكندري السنة الجاية هتكون مختلفة. الاتحاد دايما فاترينا جيدة ونادي جاذب لأي لاعب أنه هو يجدد من طموحاته. حسام عاشور واحد من نجوم النادي وكباتن النادي الأهلي على مدار تاريخ كبير جدا جدا، ناس كتيرة جدا قالت هيكمل حسام عاشور، هيعتزل حسام عاشور، ولكن واضح أن حسام عاشور أخذ القرار وهو الاستمرار لمدة موسمين في الاتحاد السكندري مع محمد مصلحي. ودايما لما أقول مع محمد مصلحي بتبقى أمور مختلفة تماما في وجود التوأم كابتن حسام وكابتن إبراهيم. أكيد تحدي جديد لحسام عاشور، وأكيد كمان عنده أحلام وطموحات مختلفة بعد فترة بطولات كبيرة جدا قضاها مع النادي الأهلي. كابتن حسام مساء الخير. مساء النور يا كابتن سيف، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه، عامل ايه؟ والف مبروك انضمام وخطوه جديده واختيار موفق. ربنا يخليك يا كابتن سيف، انا مبسوط طبعا مع حضرتك النهارده. شرف ليا. انا بقالي كتير ما شرف ليا والله، وانا بقالي كتير ما طلعتش. طبعا لو هتكلم على نادي الاتحاد، نادي الاتحاد من اكبر الانديه اللي موجوده في مصر. نادي محترم جدا، نادي ليه شعبيه، عنده جمهور مميز جدا، عنده رئيس نادي قوي ومحترم، يعني قول محترم من هنا للسنه الجايه. قمه في الاحترام، قمه في الذوق. رحت النهارده قعدت مع محمد مصلحي، هو دايما كلمه السر محمد مصلحي دايما في الاتحاد السكندري السنين اللي فاتت. طبعا 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 انا اسمع عن الحاج محمد مصلحي طبعا، وكرمه واخلاقه وطيبه قلبه، بس انا اول مره اقعد معاه لا، اللي بيتقال عليه صح، من الناس المحترمه جدا واخلاق وذوق، حاجة مشرفة لنادي الاتحاد. زي ما قلت لك، نادي الاتحاد عنده جمهور كبير وجمهور عريق، ولما كنت في الاهلي وبنلعب الاتحاد بنبقى شايفين الجمهور بيبقى عامل ازاي، بيحب ناديه، الجمهور على طول واقف في ناديه، وان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية يبقى واقف معانا ان احنا نعمل حاجة كويسة لنادي الاتحاد. لو هتكلم على كابتن ابراهيم حسن وكابتن حسام حسن، يعني حدث ولا حرج، كانت من أمنية حياتي، وأنا كنت بتكلم قبل كده مع كابتن إبراهيم وكابتن حسام، كان نفسي أبقى تحت إيديهم، يعني هم اللي بقى ماسكين الفرقة وأتمرن معاهم، عندهم خبرات كبيرة جدا، عندهم حماس، عندهم إصرار إن هم يعملوا حاجة، زائد إن هم يعني بيمرنوا نادي كبير زي ما قلت لك زي نادي الاتحاد السكندري. وده تحدي ليا، يعني انا مبسوط لما كلمني كابتن ابراهيم وقال لي احنا عايزينك، هو الحاج محمد مصلحي وكابتن حسام عايزينك اللي انت تكمل معانا. فقلت له طبعا ده ليا الشرف ان انا ابقى تحت ايد رئيس نادي محترم زي الحاج محمد مصلحي وكابتن ابراهيم حسن وكابتن حسام حسن، ده شيء يشرفني طبعا. عايز اعرف شعورك، يعني انت تاريخ كبير جدا في الملاعب ومتعود على حاجة معينة، خارج من مدرسة النادي الأهلي، مدرسة البطولات، مدرسة طموحات مختلفة، وبتبتدي دلوقتي طموحات جديدة وحلم جديد، بتبتدي برضو مع حسام إبراهيم، فأكيد دي طموحات مختلفة، لأن حسام إبراهيم يعني الحسبة دايما معاهم مكسب فقط لا غير. طبعا يعني ده شرف ليا اللي أنا تحت إيد مدربين كبار جدا زي كابتن حسام وكابتن حسن وباقي الجهاز طبعا، فانا بتشرف ان انا تحت ايديهم هيمرنوني يعني. فان شاء الله زي ما قلت لك انا عندي طموح وعندي اصرار، وانا يعني مملوكش ان انا يعني اطلع كل اللي عندي في الملعب زي ما كنت بطلع كل اللي عندي في النادي الاهلي. يعني زي ما الناس كلها عارفه عن حسام عاشور اللي هو راجل بيطلع كل اقصى حاجه عنده، يطلع ميت من الملعب.
اهم حاجه ما يبقاش مؤخر. هل دي من محطات التحديات الكبيره جدا يا حسام في حياتك؟ يعني اكيد انا اكيد مش بفكر عايز اخدها والله، مش عايز اخدها تحدي والله. يعني الفتره اللي كنت فيها في النادي الاهلي لا، تحدي شخصي لحسام، قصدي تحدي ليك ان انت تحدي شخصي. لا، ما اي حاجه بدخلها لازم يبقى فيها تحدي ولازم انجح. يعني انا زي ما نجحت في النادي الاهلي عايز انجح في نادي كبير زي نادي الاتحاد، ونعمل حاجه كويسه لنادي الاتحاد، ونرفع نادي الاتحاد يبقى في المراتب الاولى ان شاء الله. ليه لا؟ يعني انا اللي اتعلمته والخبرات اللي عندي دي لازم هننقلها مع كابتن حسام طبعا، وكابتن ابراهيم لازم هننقلها للعيبه هناك. يبقى عندك ازاي يبقى عندك اصرار، ازاي يبقى عندك عزيمه، ازاي يبقى عندك طموح اللي انت اي ماتش تنزله لازم تكسب فيه. فده اللي ان شاء الله هننقله للعيبه باذن الله. وزي ما قلت لك حدث ولا حرج، يعني كابتن حسام وكابتن ابراهيم في حته الانتماء للنادي اللي هم بيمرنوه، وحته اللي هو يحمس اللعيبه دي فيهم طبعا. هل في وجود الارقام الجديده اللي عملها الحضري وعبد المنصف دلوقتي، هل عندك حلم لرقم جديد لتوقيت جديد في الملعب؟ يعني تقول بعد الموسمين انا هعمل تحدي ان اكون موجود اكتر من كده، ان ادي بشكل مختلف؟ طول ما انا قادر يا كابتن سيف هكمل لعب. يعني انا قادر والحمد لله، وقلت اكتر من مره في كذا مداخله انا قادر ان انا اكمل. زي ما قلت لك السنه اللي قبل اللي فاتت كنت ستاندنج وبلعب اساسي. لسه عندي طموح. انا دلوقتي عندي 37 بطوله، عندي طموح. ليه لا؟ حتى لو مع نادي الاتحاد ان شاء الله باذن الله، ليه ما بقاش عندنا طموح ان احنا نبقى في المراكز الاولى ونعمل حاجه كويسه نادي الاتحاد. هل ان شاء الله باذن الله ده دافع ليا ان انا ابقى كويس ان شاء الله الفتره اللي جايه، وابذل قصارى جهدي ان شاء الله باذن الله عشان ارجع نفسي تاني. هل كان في عروض خارج مصر كنت بتفكر فيها وفي الاخر استقريت على الاتحاد؟ كان في يعني في الفتره اللي مش قريبه، في الفتره اللي فاتت دي كلها انت عارف عشان فتره كورونا وكده والدنيا كلها مش متظبطه بره 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 مصر، واللعيبه يعني خلوها اللعيبه اللي هي المحترفه خلوها بينزلوا الاسعار والحاجات دي. فانا شفت كنت بقيم كل العروض اللي كانت جايه لي، ولما كابتن حسام وكابتن ابراهيم وحاج محمد الساحل لما كلموني ما ينفعش اقول لا. نادي كبير زي نادي الاتحاد وناس قيمه وقامه زي كابتن حسام وكابتن ابراهيم والحاج محمد الساحل فما ينفعش ارفض. يعني انا شايف ان في يعني اقبال شديد ومباركه شديده من جمهور الاتحاد السكندري، وشايف برضو يعني مباركه من جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا ليك. الحمد لله، انا زي ما قلت لك انا يعني الحمد لله الناس كلها بتحبني والناس كلها بتقدرني، وهم عارفين ان انا عمري ما عملت مشكله خالص. انا بقدر جمهور الاهلي جدا 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 جدا. جمهور الاهلي اللي عمل حسام عاشور وعمل تاريخ حسام عاشور، بغض النظر عن اي حاجه ثانيه، ده بالنسبه لي ده اللي عايش جمهور النادي الاهلي. الحاجه الثانيه جمهور نادي الاتحاد يعني طبعا من الانديه زي ما قلت لك او من الجمهور اللي بيقف ورا نادي. انا بعشق جمهور الاتحاد، وان شاء الله باذن الله يبقى واقف ورانا ويدعمنا زي ما كان بيدعمنا الفتره اللي فاتت من نادي الاتحاد الفتره اللي فاتت. خلينا اتفق انا وانت ان جمهور الاتحاد السكندري جمهور كبير طبعا وجمهور عظيم، وان جمهور الاهلي ومؤسسه الاهلي وقلعه الاهلي تاريخ كبير جدا جدا بادارته بجمهوره العظيم اللي اديت انت فيه فتره طويله. فبضم صوتي لصوتك الحقيقه في كل كلمه قلتها، وان شاء الله باذن الله دي تكون خطوه تعمل فيها احلام جديده وطموحات جديده وتحدي جديد داخل الملعب لحسام عاشور. ان شاء الله ربنا يخليك يا كابتن سيف، انا مبسوط انا كنت معاك النهارده. حلم المنتخب ممكن يراودك برضو؟ يعني ممكن تقول انا مع حسام حسن ممكن ارجع العب بغض النظر عن السن ويكون تحدي جديد ويكون خطوه ليا للرجوع، ولا ده حلم خلاص؟ ليه لا؟ ليه لا؟ طول ما انت قادر زي ما قلت لك وطول ما انت رجلك في الملعب، ليه لا ما يبقاش عندك طموح ان انت تروح المنتخب؟ ده ان شاء الله باذن الله الواحد يسعى عليه. يعني ربنا بس يبعد الواحد عن الاصابات ان شاء الله باذن الله، ويقدر يكمل ويقدر يبقى واقف على رجليه. فان شاء الله ليه لا؟ ليه لا ما اروحش المنتخب يعني؟ ان شاء الله باذن الله. انا احب الحاجات اللي فيها تحديات كده، واحب الحاجات اللي فيها عند كده، وانت ان شاء الله باذن الله يعني في الحته دي مميز بشكل كبير. اخيرا اخر سؤال واسف على الاطاله، عايزك يعني تقول كلمه. الاهلي خلاص على اعتاب خطوه من البطوله الافريقيه، عايزك تقول حاجه للعيبه النادي الاهلي وجمهوره وادارته، تقول لهم ايه؟
أنا طبعا إن شاء الله بإذن الله الأهلي ياخد البطولة. النادي الأهلي الفترة اللي فاتت ماشي بصورة كويسة، اللعيبة عاملة مجهود كويس جدا، فإن شاء الله بإذن الله يا ريت ياخدوا البطولة عشان دي هتتحسب لنا كمان يعني. إن شاء الله بإذن الله. يا رب ان شاء الله باذن الله، وبتمنى لك ان شاء الله باذن الله كل تقول ايه. صحيح النهارده البيراميدز، برضه بيراميدز النهارده في النهائي نهايه الكونفدراليه، واكيد انت اتفرجت على الماتش، ويعني للاسف ما كانش موفق، ولكن يعني يستاهل التحيه. للاسف ما اتفرجتش على الماتش، بس انا عارف اللي هو شكر. انا بقول له هارد لك ان هو خسر النهارده النهائي، بس حاجه تحصل له، هو وصل للنهائي ولسه زي ما قلت الفرقه بقى لها سنتين، فان شاء الله باذن الله يعوض السنه اللي جايه باذن الله، ويدخل ايا كان بقى الكونفدراليه او بطوله افريقيا، يبقى التوفيق ان شاء الله يا رب. اي فرقه ان شاء الله تبقى كويسه، وتاخد لو عندهم اصرار ان هم ياخدوا البطوله دي بيراميدز يعني. ان شاء الله باذن الله، واتمنى لك كل التوفيق واحسن باذن الله في اللي جاي. حبيبي ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسام عاشور، واحد من نجوم الاهلي السابقين، واحد من لاعبي الاتحاد السكندري الحاليين، والحقيقه يعني اشاد بشكل كبير جدا بجمهور النادي الاهلي، بادارته، بالفريق القادم، وتاريخ كبير جدا بغض النظر حتى لو كان في سوء تفاهم، ولكن ابتدى دلوقتي خطوه جديده مع الاتحاد السكندري. نتمنى له كل التوفيق، جمهور الاتحاد ايضا جمهور كبير، في وجود محمد مصلحي، في وجود محمد مصلحي كرئيس نادي، كابتن حسام، كابتن ابراهيم كجهاز فني، اتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق في القادم. الحكم الكاميروني ايه نظامه بقى؟ يعني ايه قصته معانا؟ وهل هو حكم فعلا يجيد ان هو يحكم مباراه زي مباراه النهائي النهارده؟ هل كان عنده اخطاء؟ هل الامور ماشيه كويسه؟ كابتن احمد الشناوي مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، واهلا بيك وبالمحكمه الموقره. وحشنا يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ انا كويس الحمد لله والله. من غير اسئله بقى، انت راجل صاحب بيت، خش على طول في الموضوع يا كابتن. عايز اقول حاجه يعني بدايه، الحكم لو انت شفته في اول 20 دقيقه بيحتسب فاولات والانذارات، احنا مش هنقدر نعرف، بس حطينا صوره اهو ماشي، بيدي الانذار هو اللي يعني انذاراته بيديها له. انا شايف ان الحكم يعني معلش ده حكم نهائي افريقيا لسه 2019 كان رائع، ما عندوش اي مشكله. انا شايف انه يعني كان صعب عليه جدا انه يدير اللقاء ده، خاصه انه ادار لقاء الزمالك والرجاء، وكان عليه هجوم شديد من الاعلام المغربي، سواء مقروء مسموع مكتوب. حتى النهارده الاعلام المغربي اللي بيغطي المباراه النهائيه دي برضه بينوه عن أداؤه في مباراه الزمالك. انا شايف النهارده يا كابتن، انا شايف النهارده ان هو كان ماسك ميزان كده، يعني قاعد ايه، انا عملت هنا فوزيها هنا، يعني تغاضى عن ضربه جزاء في البدايه، وكانت حق لبيراميدز، فايه اراضي بيراميدز في الاخر، ففي الدقيقه 90 اطرد لاعب. الهدف برضو في شك، مش معرفش الحقيقه، كان يعني ما كانش على المستوى المطلوب. حاجه حاجه احنا جايين حاجه، اذا النهارده تعيينه حطوه تحت ضغط كبير جدا، وخاصه المباراه بتتلعب في المغرب، يعني لو المباراه دي بره المغرب ماشي، لكن ده في المغرب في نفس البلد اللي هو لسه لاعب فيها ما فاتش عليه اسبوع في الدار البيضاء وبيلعب في الرباط، يعني انا شايف انه كان صعب عليه انه يدير المباراه دي. تعالى بقى هدف المباراه، يعني انا عايز اشوف التلفزيون باين ان في لمسه يد على المهاجم، والنهارده اي شكل من اشكال لمسه اليد بيعاقب بلمسه اليد، ازاي اللي هو ما يشوفهاش، لكن ازاي حكم الفار اللي هو سكيزوي جاني سكيزوي اللي هو حكم ماتش الاهلي الاولاني في التعويضات، ازاي ما يجيبوش؟ اذا وبعدين ايه تنتهي المباراه بهذا الهدف؟ اذا النهارده تقول ان التحكيم لا كان له دور كبير في، بغض النظر احنا مش ضد ان الفريق نهضه البركان كسب، ما كان ممكن يبقى الكلام ده للفريق برضه بيراميدز. انا عايز اقول ان الاخطاء التحكيميه كان لها دور في تحديد فائز في المباراه. يعني ده شيء يعني كان صعب، يعني معنى كلامك ان بيراميدز خسر بفعل فاعل، يعني خطا تحكيمي واضح اخطاء تحكيميه رغم ان في فار. طب يعني لو ما فيش فار هيعملوا ايه؟ تعالى بقى الحاجه الثانيه يا كابتن، حاله الطرد دي كانت في الدقيقه 87، راح شافها عبال ما خلص كانت بقت 90 وكذا ثانيه، نقول ثلاث دقائق يدي اربع دقائق وقت ضايع يا كابتن. ده معنى كده ان الشوط ما كانش فيه ولا دقيقه ضائعه،
يعني هو يعني يعني انا ده يعني الوقت حتى الناس تراجع الكلام انا بقوله يعني وقائع قدامك. اللعبه الثانيه في لاعب كان يستحق الانذار الثاني بتاع الفريق النهض البركان، الفاول اللي هو دفع من الخلف في ظهر اللاعب ناحيه الشمال على حدود منطقه الجزاء لازم فيه انذار ثاني. ما اداش انذار لعبه حتى لو ما عندوش انذار لازم انذار لان منع هجمه واحده. رغم كده ما حسبش. عرقله واضحه كانت لعبد الله الصعيد على حدود منطقه الجزاء في اخر المباراه ما حسبش. طبعا انا عايز اقول ان هو مش شايف متوتر لانه بيلعب للمغرب في المغرب صعب صعب. انا مش عارف يعني احنا معانا بعض الصور يعني هنعرضها وحضرتك بتتكلم برضو. اتفضل يا كابتن. يعني عايز اقول ان وضع حكم تحت ضغط صعب. يعني طب يعني ما كانش في حكم تاني ممكن يحط له المباراه؟ يعني هو لسه لاعب الرجاء تلعبه النهائي بتاع الكونفدراليه يعني، وفي المغرب انا شايف ان يعني صعب جدا عليه. وانا ما يعني انا مش عايز الوم عليه لان هو اتحط تحت ضغط هو ما يستحملوش. ما فيش حد حكم يستحمل الوضع ده. شوف زي ما انت شايف العاب صعبه والتحامات صعبه وكان الانذارات فيها مش موجوده. يعني هو لما يقعد يتفرج على 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 يعني عايز اقول حاجه، اداؤه في مباراه الزمالك لو انت بص لو رجعنا كده عملنا بلاي باك تاني ورجعنا هنقول ان اداؤه افضل بكتير من النهارده. كان واقف وبيقدر يحتسم وده في اخطاء ماشي، ما في اخطاء تقبل واخطاء لا تقبل. لكن انا شايف ان هو النهارده مش مشكله يعني لو الاخطاء لصالح الزمالك فمعانا ما فيش مشاكل بنعديها. لا لا احنا مش عايزين، احنا عايزين نقول التحكيم كل ما كان الاداء التحكيمي كويس طبعا كل ما كان العداله التحكيميه طبعا هتنتفع كره القدم مستوى يزيد. لكن طبعا اللعبه الاخطاء كانت صعبه جدا على فريق بيراميدز بصراحه، ونقول له هارد لك ودي كره القدم. ويعني يعني ان شاء الله يعوضوها السنه الجايه وبرضه هيشاركوا ان شاء الله يعني في الكونفدراليه الافريقيه لحد دلوقتي او ممكن لسه ما تحددش مين التاني، لكن هو مشاركته في الكونفدراليه بعتقد انها موجوده بغض النظر عن المباريات المتبقيه له في الدوري. انا شايف يا كابتن سيف ان لازم كمان حتى مباراه الاهلي اللي جايه يعني لازم برضه الحكم برضه الشباب هنا في مصر الاهلي النهائي الافريقي لازم يكون حكم برضه بعيد عن الضغوط وما تحطوش تحت ضغوط، حكم يكون يعني جنبته يبقى جانبها. انا كان ليا راي ان فيكتور جوميز ما لعبش المباراه بتاعت الاهلي هنا، مباراه سهله جدا محسومه كان اي حكم تاني يلعبها وفيكتور جوميز نجيبه للنهائي. حكم كويس وشخصيه ومقنع وفي نفس الوقت محايد، ما كانش ليه فرقه هنا بتلعب ولا في اي حاجه. بس فده اللي يهمنا يعني. تمام يا كابتن، نورت المحكمه يا كابتن. ربنا يخليك ويخلينا المحكمه يا كابتن. طب قاعد بتشوي انت ومزاجك عال دلوقتي في الجنينه، عارف انا الجو طبعا طبعا. بقول لك ايه، ما هو اليومين دول يومين الشوي. ماشي اشوي يا كابتن براحتك مفيش مشاكل. ماشي يا كابتن. بشكرك كابتن احمد، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن احمد الشناوي الخبير التحكيمي طبعا وخبيرنا هنا التحكيمي. طيب موسيماني، موسيماني دماغه فيها ايه؟ موسيماني دماغه ما فيهاش بادجي، يعني قال لا انا بادجي هطلعه وعايز يجيب مهاجم سوبر، جايب ثلاث لعيبه هياخد منهم مهاجم. وايضا موسيماني بيفرجوه على مهاجم داخل مصر بيقنعوه بيه، لجنه التعاقدات بتكلموا على مهاجم داخل مصر ان هو يكون موجود مع النادي الاهلي. عايز اقول لكم حاجه بمنتهى الصراحه، ناس كتيره جدا بتكلمني على موضوع موسيماني او النادي الاهلي ولجنه التعاقدات في اختيار حارس مرمى ثالث، والموضوع ده ناس كتيره جدا تقول لي يعني ده خبر يا كابتن مؤكد انت ما بتقولوش لي من وفايلر هنا. الحقيقه يعني داخلين في سنه كده، في سنه، وعشان احنا تبقى الامور واضحه يعني بقالنا اكتر كمان من سنه الاهلي يتعاقد مع حارس مرمى. جينا فايلر اتكلمنا مع فايلر قبل كده، كانت حاله انا وكابتن شوبير، يا عم الحاج انت بتتعاقد مع حارس مرمى؟ لا انا عندي ثلاثه، شناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، مش هجيب حراس مرمى. طيب خلصنا الحلقه، الاهلي يتعاقد مع حارس مرمى، ويجي وكيل اعمال او يجي مدير اعمال حد يكلمني اؤكد لك يا كابتن ان بيتعاقد. انا ماليش علاقه الملف ده بالذات، مش هقول خبره غير ما يطلع خبر من نادي الاهلي، لان ابتدى برضو موسيماني بيدور على حارس مرمى، وفي محمود جاد، وفي المهدي، وفي فلان، وفي علان، ومحمد بسام، كلهم حراس
محترمين جدا، وعلي لطفي حارس مرمى محترم، مصطفى شوبير حارس مرمى محترم، موسيماني او لجنه اعطاء طب ما يعوز يجيبوا حارس مرمى يعلنوا ان هو في تعاقد مع حارس مرمى. بس الخبر ده معاشرني من وانا صغير، يعني بقالي كتير جدا 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 كويس، وانا رجعت احمد ابو طالب رئيس تحريرنا كتير جدا في الازمه دي، والحقيقه ما قاليش معلومه برضو واضحه، فانا مش هقول اي معلومات او اي حاجه في الخبر ده. اما يجي موسيماني كده يقول تعاقد الاهلي مع حارس مرمى هبقى اطلع اقول، غير كده بقول لكم الخبر ده معايا من وانا صغير. كان لينا لقاء مع بادجي وكان لينا لقاء مع موسيماني، نروح نشوف كده سريعا الاثنين بيقولوا ايه معانا. ايه الاول قولوا ايه؟ طيب نشوف الاول التقرير ونرجع لكم تاني. نعم كانت مباراة صعبة وفزنا، المهمة الأكبر تمت في المغرب، وهنا كان علينا أن ننهي ما بدأناه في المغرب. الأمر جيد أننا سجلنا مبكرا هنا وفي المغرب، سننتظر من سنواجه في النهائي. الأمور لا زالت صعبة ولم نفز بالكأس بعد، نحن في النهائي فقط. رسالتي للجماهير هي أن عليهم التحلي بالصبر، لأنني لازلت أحاول تطبيق فلسفتي وطريقة لعبي وأراها قادمة مع هذا التمرير، والأمر في تحسن، ولكننا سنحتاج إلى بعض الوقت، والوقت ليس في صالحنا، ولكن مع بداية الموسم الجديد سأعمل على تحسين الأداء بشكل أكبر. في النهاية أنا لازلت جديد وأعمل على تحسين الأداء، الصبر مطلوب. الوداد فريق قوي ولكن الأهلي فريق قوي أيضا. شكرا، أعتقد أنه أمر جيد أن يصل إلى النهائي بعد عدم الوصول إلى النهائي منذ سنوات. نحن سعداء أننا قمنا بهذا جميعا، ونرغب كثيرا أن يتسنى للجماهير فرصة حضور المباراة النهائية لتشجيعنا حتى نفوز باللقب. وأعجبتني طريقة لعب الفريق اليوم، وقمنا بتنفيذ أداء جيد جدا، وكانت لدينا الشخصية وكنا نقاتل على أرضية الملعب، كما تحلينا أيضا بالمهارات الفردية جيدة. أنا كنت على مقاعد الاحتياط، كنت سعيد جدا بمتابعة اللقاء، ولكن في نهاية الأمر الفريق فاز وكنا سعداء جدا. طيب ونروح من المغرب، رضوان حميد لاعب الرجاء السابق. كابتن مساء الخير. مساء الخير رضوان الحيمر مش الحمير، الحيمر. الحيمر، ازاي حضرتك يا فندم؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحيمر، نعم. عليكم السلام، الحمد لله. بتشرف بوجود حضرتك. شكرا، شكرا للاستضافه في بلدنا الثاني. شرف لينا يا فندم. راي حضرتك في لقاء الوداد مع النادي الاهلي الماتشين، وراي حضرتك في لقاء كمان الرجاء مع الزمالك الماضي. وحقيقة مباراة الوداد، فالوداد انهزم في مباراة الذهاب، لأنه يعني خطأ، يعني أنت تلعب نصف نهائي يعني كعصر الأبطال وتقوم بخطأ فادح في الدقيقة الثانية، يعني كان هناك مشكل قبل المباراة، لأن كان المدرب يعني كان يستعد بتشكيلة، ثم جاء آخر لحظة لاعبين رسميين لا سيما اشرف داري، كان يعني المدرب شغل عليه الاسبوع كامل حتى يكون رسمي، حتى يعني قرب المباراه تقريبا بساعتين هناك تغيير مراكز. لاعب شبران الذي لا يلعب في المركز بتاعه، لعب في المركز يعني غريب عليه، ما لعبش في سبق ليه لعب، لان هذه يا اخي عصبه الابطال، لا يمكنش نستعملوا الترقيع في التشكيله، يجب كل لاعب يلعب في المكان بتاعه، لان كان خطا يعني فادح في الدقيقه الثانيه، لا سيما فريق الوداد داخل ضيع البطوله في اخر يعني تقريبا ثانيه، كما كيعرف يعني التشويق والاثاره اللي كانت في الدوري المغربي والماراثون حتى الاخر لحظه عاد توج فريق الرجاء البيضاوي بالبطوله. فريق الوداد ما كانش عنده تقريبا، كان معنويات يعني منحطه، ولكن من تبدا مباراه يعني بهذاك السوء، يعني مباراه امام فريق مخضرم، فريق يمكن الاهلي شفنا واحد التحسن، لان حتى فريق الاهلي ما سبقش تقريبا واحد مده ما شفناش فريق الاهلي يعني
بهذاك الانضباط التكتيكي بالرغبه الكبيره، وكذلك ما سبقش لي فاز خارج الميدان. كنظن ان فريق الوداد البيضاوي في الشوط الاول يعني رغم ذلك فهو ناور، رجع في اللقاء قام بمحاولات، جات ضربه جزاء اللي حقيقه ضاعت بشاعه. تم في هذاك الوقت يعني في ذلك الوقت انا كنظن ان فريق الوداد البيضاوي خرج من المباراه. الشوط الثاني تسيده فريق الاهلي، ثاني تكون النتيجه تكون اكثر واكبر. يعني فريق الاهلي فريق قوي منضبط تكتيكيا، عنده لاعبين، عنده تجربه، كذلك مجيء المدرب الجنوب افريقي موسيماني اللي خمس سنوات هو تلعب يعني تلعب في عطله الابطال، وصل نصف النهائي مرتين، فاز بها مره، يعني تجربه كبيره. يعني شفنا كاين تغيير عند النادي الاهلي، فريق اللي عنده رغبه كبيره كانت اكثر من فريق الوداد البيضاوي. فريق حضرتك الرجاء، كنت تتوقع اداؤه مع نادي الزمالك هناك كده، ولا كنت تتوقع اداء افضل؟ وهل يقدر يعوض هنا في المباراه القادمه؟ وحتى اكمل لك مباراه الاياب فريق الاهلي، لان فريق الاهلي يعني في مباراه الاياب فحقا يعني كان لعب باريحيه، وكانت مباراه سهله للفريق الاهلي، وفوز مستحق ذهابا وايابا. الفريق الاهلي اللي كنشوف انه كيكون هو المرشح الاول، انا قلت قبل يعني في واحد البرنامج قلت اني من خلال مشاهدتي الفريق الاهلي قلت ان الفريق الاهلي هو يبقى فريق الاهلي والرجاء والزمالك هما اللي قدروا يوصلوا النهائي، وانا كنرشح فريق الاهلي لان عنده تجربه كبيره، ونتيما النهائي سيكون في استاد القاهره. بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي، ففريق الرجاء البيضاوي يعني بعد الضغوطات يعني ضغوطات كبيره كانت في المباريات الاخيره، خمس مباريات الدوري المغربي، كان فريق يعني تاثر كثير، كان مضغوط لا الجهاز الفني لا اللاعبين، يعني ضيعوا نعقات كثيره. الحمد لله ان الفريق استطاع الفوز بالبطوله. احنا كنا كنظنوا ان الفريق سيبدا بدايه قويه في الشوط الاول لان معنويات مرتفعه، فريق ما بقاش يعني ازال ذاك الضغط الذي كان عليه، ولكن شفنا الشوط الاول فريق ما بداش بدايه جيده. كان فريق الزمالك كان قدم شوط اول جيد، كان مسيطر مستحوذ، كان انضباط تكتيكي عالي، سجل هدف. ارجع في الشوط الثاني شفنا الرجاء البيضاوي كان اقوى، كان على الاقل مباراه تكون التعادل، لان فريق الرجاء يستحق. كان في الشوط الثاني سيطر من بعد ولا سيما من بعد التغييرات اللي قام بها المدرب، شفنا الفريق الرجاء سيطر وقدم شوط ثاني افضل، كان يستحق على الاقل تعادل. كانت فرص يعني واضحه للفريق الرجاء البيضاوي، كذلك ما ننساوش ان الحكم يعني ما لن لا يعلم على ضربه لم يعلن عن ضربه جزاء كانت واضحه لفريق الرجاء البيضاوي. طيب توقعاتك للقاء العوده هنا؟ مباراة العوده كنظن ان فريق الرجاء البيضاوي الان اصبح مطالب بتسجيل هدف للعوده في اللقاء، ففريق الرجاء عنده كل الامكانيات. الا كان اللاعبين كلهم قدموا المستوى اللي تنعرفوا عليهم، لان الفريق الرجاء البيضاوي تيعرف يسافر، تيعرف يلعب خارج الميدان، عنده تجربه له والجهاز الفني باش يقدموا مباراه كبيره ويرجعوا في النتيجه. هذا بشرط الا كان الفريق كله كان في المستوى، يعني كان لا الدفاع لا وسط الميدان لا الهجوم، وكذلك نشوفوا حاله اللاعبين، لان يعني بعض اللاعبين اليوم باقي مصابين. يعني كان هناك كانت تحليله اخرى كانت البارحه تقريبا وخرج التحاليل اليوم، ف يعني تقريبا عده لاعبين تقريبا ما تشفاش، فقط لاعبين اللي كان هناك الشفاء ديالهم، واللاعبين اخرين باقيين مصابين بالفيروس. اذا كان الفريق متكامل جميع العناصر فهو يعني قادر على العوده في النتيجه. بالنسبه لي انا فالفريق قادر على العوده في النتيجه ان شاء الله باذن الله. نتمنى لكم يعني التوفيق هنا في مصر، ويعني تبقى تحس ان انتوا في بلدكم التاني، وان شاء الله باذن الله اشوفك على خير. وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا. كابتن رضوان الحيمر لاعب الرجاء السابق، بشكره شكرا جزيلا، كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. فريق الرجاء يقوم بالسلامه ويكون موجود معانا هنا في مصر،
ولكن يظل طبعا بالنسبة لنا اللقاء يبقى جيد، ولكن الزمالك يفوز لأن الزمالك هو المصري، هو الأقرب لقلبنا جميعا، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى يبقى استقبال أكثر من رائع لفريق الرجاء هنا في مصر إن شاء الله بإذن الله. طيب حسام غالي، حسام غالي النهاردة كتب على صفحته شكر لنادي الجونة على الفترة اللي قضاها، وإن خلاص الفترة خلصت كده، وإن هو بياخد خطوة جديدة. حسام غالي في عرض عنده في مؤسسة رياضية المرحلة القادمة، عرض الحقيقة كبير في يعني في نادي جديد، اسم جديد لسه موجود ومقدمين له عرض ان هو يكون موجود فيه. حسام غالي طبعا من الشخصيات اللي بتعرف ترسم طريقها بشكل جيد جدا. حسام غالي بيفكر في خطين دلوقتي مع بعض. انا قلت قبل كده ان حسام غالي اخذ القرار بخوض انتخابات اتحاد انتخابات النادي الاهلي، ان هو هيكون موجود في انتخابات النادي الاهلي، وهيروح طبعا اختياره اللي هو هيختاره المرحله القادمه في العمل الاداري او العمل في مجال او في مجال كره القدم هيكون يتناسب مع المرحله اللي هو رايح لها، لان حسام غالي دماغه مترتبه، بيعرف يوضب، بيعرف يشتغل بشكل جيد، هادي جدا، نفسه هادي، بيعرف ياخد خطوات ناجحه بالبلدي كده. حسام غالي من اللعيبه اللي عارف يسعر نفسه، حاطط لنفسه هدف، اتعرض عليه قبل كده اتحاد الكورة في أوقات، اتعرض عليه قبل كده المنتخب في أوقات، عارف امتى ياخد الوقت ان هو يتعلم، عارف امتى ياخد التجربة ان هو يشوف القادم ايه، مش عايز يحمل نفسه اكتر من نفسه، ما بيستعرضش عضلاته، ما قالكش انا حسام غالي دلوقتي ابقى مدير فني في خمس دقايق، بياخد خطوات ناجحة. راجل راح الجونة رتب دماغه، اتعلم بشكل جيد جدا. وحسام على فكرة من الشخصيات اللي ما بتاخد ملف واجهة، يعني زي ما انتوا شايفين كده باخد الملف اللي في ايدي لازم اعمله على اكمل وجه. حسام غالي واحد من المخلصين جدا جدا للنادي الاهلي، مش ان هو بيعمل تمثيليه ولا فيلم، ولا ان هو مصطنع حب النادي الاهلي، هو حب النادي الاهلي بالنسبه له في القلب، ودي انا الحقيقه اشهد لها. يعني حسام من الشخصيات المتواضعه المحترمه المحبه بشكل كبير جدا 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 للنادي الاهلي، واعتقد ان حسام غالي الفتره الجايه هيكون كادر مهم جدا في اي حته او اي مجال هو هيكون موجود فيه. انفردت هنا وقلت لكم على موضوع حازم امام، حازم امام الصغير جدد عقده مع نادي الزمالك، ونادي الزمالك وثق عقده في اتحاد الكوره كتمديد للعقد، اذا اموره تمام وهيكون موجود في اللقاء الافريقي القادم، وهيكون موجود كمان في المباراه النهائيه. وانتهت قصه حازم امام وانفردت بيها هنا امبارح عشان نقفل القصه. طيب نروح لكابتن شريف عبد المنعم واحد من نجوم النادي الاهلي. كابتن شريف مساء الخير وحشنا. مساء الخير يا كابتن مصر، اخبارك ايه؟ وحشنا يا كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، طمني عليك. الحمد لله. ايه الشياكه دي وربنا يديك الصحه؟ ده يعني ما شاء الله كل مره بستضيفك بتظهر عن المره اللي قبلها. ما مش كل مره هقول لك بنتعلم منك يا سيف. تسالني يا كابتن رايي، تسالني رايي، رايي انا تاخد فكره الجواز تاني، عشان كده البيت يعمل لنا مشكله. انا بقول لك يا سيف هو انا قادر؟ ربنا يديك الصحه يا كابتن. خلاص بقى مكسر الدنيا ومتالق دايما، ودايما الحياه ليك طله حلوه وضحكه جميله الحقيقه. كابتن الف مبروك للنادي الاهلي، وانا عارف ان انت من الشخصيات اللي فرحتك في اداء النادي الاهلي الحلو. الحمد لله. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره العظيمه وجهازه الفني وجهازه الاداري. الحقيقه عمليه تركيز واضح جدا. الاهلي يا سيف انت طبعا كوير وعارف، يعني عدى من صن داونز وعدى من الوداد، يعني بمثابة بطولتين دول لوحدهم كانوا مرشحين ان هم في الاجواء ان هم دول هيكون لهم كلمة في البطولة. انما النادي الاهلي الحقيقة بكل الظروف اللي عدى فيها، بكل الاصابات اللي بتحصلها، تغيير الادارة، بتغيير الاشكال، بتغيير السوشيال ميديا يعني محاربة الدنيا كلها، مجلس ادارة واعي جدا ما يخليش اوضه اللبس فاضية ولا ثانية واحدة، يعني كل الأجواء الحقيقة بتقف احتراما
لهذا العمل الجيد اللي هو وصلهم للفاينل، وباذن الله يتوج هذا العمل باذن الله بالبطوله باذن الله. كابتن، يعني الحقيقه كل جمهور النادي الاهلي كانت ايده على قلبه في لقاء الوداد. الاهلي الفتره الاخيره عنده يعني دربكه زي ما حضرتك قلت، اداريه، رحيل مدير فني، احيانا يقدم مباراه حلوه، احيانا حتى لو بيكسب بس مش في افضل حال. الاهلي عمل افضل مباراتين في اعتقد هذا الموسم هما امام الوداد، زي ما يكون الاهلي استحضر شخصيته، استحضر شخصيه البطل. ويرجع طبعا لوجود موسيماني، ويرجع للكابتن الخطيب ان اخذ قرار موسيماني في التوقيت السليم. ما اعرفش حضرتك تتفق معايا بقى في الباكج ده ولا ليك وجهه نظر اخرى؟ انا دايما بتفق معاك والله حبيبي يا كابتن، شرف ليا. انا عايز اقول لك على حاجه، هو زي ما انت قلت والله توفيق كبير قوي من كابتن خطيب وفي موسيماني. الاثنين، مش هقول موسيماني بس، موسيماني وكابتن خطيب بس الروح في اللعيبه بشكل يا سيف غير عادي، انك انت ما بقتش تبص. يعني انا لما شفت موسيماني بيلعب ضاغط على فرقه الوداد، ومن اول المباراه اللي هي في اللي كانت في المغرب في استاد محمد الخامس، وبعدين لقيته بيطالب بالهجوم، دارس الفرقه بتاعت الوداد قبل كده، دارس اللعيبه بتاعته تقدر تعمل ايه، لدرجه ان انا كنت بطلع على قناه الاهلي اقول النادي الاهلي في الوداد لازم يلعب باحمد فتحي ومحمد هاني ناحيه اليمين عشان يقفل خالص الحته اللي فيها بتاعت اسماعيل حداد، وناحيه اليمين لو يقدر يحط محمود وحيد وقدامه علي معلول يبقى احنا كده ما شاء الله بنمسك كوره وعندنا وبنريح علي معلول نخليه في وسط الملعب قريب، بلاش المشاوير. وكانت الحكايه بالنسبه لنا بمثابه انها احنا رايحين معركه لا يحسمها الا نتيجه النتيجه الايجابيه اللي هي 1-1، او انا زي ما انا قلت في القناه برضو قلت ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-1. الحمد لله البنالتي ما دخلش لانه بنالتي ظالم، فكسبنا 2-0. وكانت رؤيه موسيماني للوداد قبل الاهلي اعتقد انها كانت رؤيه سليمه جدا، بيتصاحب طبعا اللي انا بتفق معاك فيه، الروح اللي دبت في الفرقه من خلال رئيس مجلس الاداره ومن خلال المدرب الواعي الفاهم لامكانيات لاعبته. كابتن، عايز اخد رايك في مساله، هي مساله خلصت بشكل اكتر من رائع. يعني هي الحقيقه مشهد احمد فتحي خلص بشكل رجولي جدا لاحمد فتحي واداء اكتر من رائع يحسب له، وخلص الحقيقه بـ 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 بمنهجيه متحضره جدا من الكابتن محمود الخطيب واداره الاهلي اللي اتعاملت مع فتحي بمنتهى الاحترام. لو وصلت للنقطه دي تقعد تفكر تشكر فتحي وتتمنى له بقى التوفيق في خطوه جديده وخلاص الموضوع زي ما هو ماشي محترم من الجانبين الحقيقه، ولا تيجي تقول له لا تعالى بقى انت عايز ايه، هتاخد كام هناك، الوضع ايه، لا خليك موجود في الاهلي، تبقى انهي سكه فيهم؟ والاثنين الحقيقه محدش اثر، عشان بس محدش يوديها في حته، احمد فتحي الحقيقه خرج بشكل كويس وملتزم، واداره الاهلي ما اثرتش معاه. شكل حضاري كبير جدا يا سيف حصل في موضوع احمد فتحي الحقيقه. ساعد فيه احمد فتحي كمان باداء الرجولي داخل الملعب، يعني زي ما عهدناه ازاي بينزل اذا كان في المنتخب او مع اي فريق بيمثله، احمد فتحي بيبقى راجل لاخر لحظه يعني. انما انا كنت متوسم يا سيف زيك كده ان احنا في الوداد موضوع احمد فتحي ده هيتلم وهشوفه معانا تاني، ده احساس انا كان. فانا ما اعرفش ظروف احمد فتحي، هل هي ظروف اتحركت من نظريته هو ومن الشكل اللي هو خده خلاص يعني، والموضوع خلاص زي ما انت قلت دخلنا حبايب وخارجين اكتر من حبايب، وربنا يكلل جهوده اللي كانت معانا برضو ويتوج معانا في بطوله افريقيا وهو مش موجود او موجود، انما بقت شكلها حلو الحقيقه يعني، احسن من حاجات كتير قوي كانت موجوده على الساحه. قدر احمد فتحي يدوب الحياه اللي بين اي كلمه تطلع من الجماهير عليه او من الناس اللي بتحبه او 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 دابت لدرجه ان الناس مش حاسه انه خرج. جمهور اعتقد زي جمهور الاهلي، جمهور الاهلي طيب يا كابتن، جمهور كبير يعني. طبعا جمهور الاهلي بيحب اللعيبه كلها وبيحب المكسب، ويعني مش عايز اقول لك ما بيجيش على فرقته كمان حتى لما يحصل اخفاقات، يعني بيقف يسقف لهم في عز الخساره وفي عز الحاجه اللي هي ضايقته وفي عز التعب. جمهور كبير، جمهور عظيم، يعني يفدن فعلا النادي الاهلي بروحه. فالجمهور ده بيحسسني كمان مع احمد فتحي
اكن مؤمن زكريا موجود برضو يا سيف. يعني ده يعني بص الحكايه وصلت معايا ايه. الجول اي حد يجيب حسين شحات يجيب جول عظيم زي ده يعمل لمؤمن. حسيت ان مؤمن جاي لي بسرعه كمان هيرجعوه بالحاله النفسيه دي. يعني في حاجات بتحصل حلوه يا سيف يعني لازم نقعد نتفرج عليها مش على طول بقى هنبقى بنتراشق بال ده هيعمل وده بيسوي ده قال والحكم ده مش عارف ايه ولا ده بيقوم علينا وده عايز يحطنا في شكل وحش عشان هو يقدر مش عارف يعمل ايه واحنا لا. واحنا يعني في حاجات بتخليني زي قصه احمد فتحي حضرتك اتفضلت وقلت عليها وقصه مؤمن زكريا واحنا بنجيبه دلوقتي هو بيرجع يتمرن تاني قبل ان هو يبقى موجود. احنا فرحانين له هو فرحانين للاخلاق بتاعت اللعيبه كلها مش النادي الاهلي بس في موضوع مؤمن زكريا الدنيا كلها الحقيقه. ففي حاجات تبقى بلس كده الواحد بيحب يشوفها دايما. يعني موسيماني بيتكلم على بادجي يا كابتن ان هو ممكن ما يكونش موجود معاه وان هو في احتياج لصفقات تانية. راي حضرتك في مستوى بادجي؟ بص هقولك على حاجه. ساعات احنا مدرب يجي نقول ده السي في بتاعه مين مش عارف ايه ابص ليه انجز انجاز كبير قوي. وساعات لحد لعيب يجي يصاحب معاه حوار كبير قوي عليه وينزل هنا في الملعب تحس ان مش قد الكلام اللي طلع عليه قبل ما يجي. يعني كنا حاسين بحاجه وبعدين ساعات وهو في المباريات اللي بيلعبها يعمل لك واحده كده يعمل فنت ويروح واحد واخدها بشماله بنبقى خلاص بقى احنا عايزين ده على طول. فبيبقى كل كوره بتجيله ساعات المدير الفني يلاقيه بتبقى كوره مشتركه يا سيف. يعني استلامه للكوره وتنفيذه في الكوره ما فيش بيلاحظ ان اي حد تاني ممكن يبقى عنده الاحسن. دخوله في الفرقه وكمحترف لا لازم يبقى اسرع من كده ولازم يبقى احسن من كده. وبعدين رؤيه مدير فني غير رؤيتي انا وانا قاعد مشاهد يعني بتفرج هو اللي حاسس بالدنيا كلها. واللعيب ده مهم قوي في المنطقه دي ان هو لازم يترجم العشر لعيبه يا سيف. يعني ده مجهود عشر لاعبين. ده انا كنت على ازارو بقول يا ازارو لازم انت عندك امكانيات تدشدش الدنيا هجوم الاهلي من الاطراف وكان لازم تترجم لي. وكنت برضو بديله العذر بتاعه ان طول ما الاهلي بيلعب فرد واحد يعني مش سهل قوي ان الحكايه تترجم اهداف على طول. انما كان بيلعب هو مروان مثلا تلاقي واحد على الزاويه القريبه وواحد على الزاويه البعيده. ف كنت بحب دايما انا قصه ايام مانويل جوزيه بيلعب 3 5 2 دي الاثنين اللي هو متعب وفلافيو دول كانوا عاملين لي حاله تطمني في اي وقت ان اي عرضيات من اي حته في الملعب تبقى ليها تعامل بالاثنين في روضه. انما التيب اللي هو زي ازارو كده لا ازارو احسن يعني ازارو اسرع ازارو حرفي يعني عنده تالنت برضه. يعني عايزين ما يواكب السرعات اللي هي موجوده في الملعب. مجهود علي معلول اللي بيطلع عينه ده عشان ينصر يعمل لك العرضيه ومحمد هاني اللي بيموت نفسه دفاعا وهجوما والسوليه وديانج الاخطبوطين دول اللي موجودين بتبقى محتاج الحته دي بقى يا سيف. وانت عارف يعني اكيد انت هتجيب لي لعيب كويس اكيد انا عارف. ان شاء الله باذن الله يا كابتن اتمنى لك التوفيق وبشكرك ودايما بتشرف وجودك معايا ودايما متالق ومكسر الدنيا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن شريف عباني واحد من الشخصيات اللي بحب جدا تكون موجوده معايا. ضحكته حلوه الحقيقه ومبتسم ودايما متفائل ومحب بشكل كبير جدا للنادي الاهلي. كنت قاعد اتفرج عليه كده وهو في المقصوره يرقص لوحده ويحتفل لوحده ليه دعوه بكاميرا ولا اي حاجه. احب انا جدا الناس اللي على طبيعتها دي. كابتن احمد رمزي ظل احمد رمزي ده اسم كبير جدا جدا في نادي الزمالك. لعيب كبير جدا ومكان يطير كده ومش بس لعيب كبير لعيب كبير وشيك وسيرته كمان حلوه قوي. كل سنه وانت طيب يا كابتن. اتكلم كلمه سريعه كده عن اتحاد الكوره. اتكلم كلمه سريعه مختصره. في انتخابات مفيش انتخابات في جمعيه عموميه هتبصوا على اللائحه مش هتبصوا على اللائحه اعملوا اللي انتوا عايزينه. بس عايز اقول كلمه صغيره كده تخص عمرو الجنايني.
سيبك من فضل واحمد عبد الله وسحر وجمال محمد علي وكل دول، انا هتكلم بالاخص على الاستاذ عمرو الجنايني. استاذ عمرو الجنايني ادى بشكل اكثر من رائع. نجاح المجموعه دي هي في وجود عمرو الجنايني، ان ادى فرصه للناس دي تشتغل، ادالهم الملفات، وسع الملفات، تعامل بشكل متحضر، تعامل براجل اداري ناجح. دي كلمه حق بس للراجل ده من واحد كنت في يوم من الايام واحد قاعد على الكرسي. لو النهارده فضل بينجح واحمد عبد الله بينجح ووليد العطار بينجح وسحر وجمال محمد عامل احتفاظ بالالقاب كلهم رموز طبعا، فلان معاهم اللي سايق ادالهم الملفات. خد انت وما تنجح انت اكن احنا نجحنا، خد انت وما تنجح احنا اكن احنا ان احنا نجحنا. فالفتره اللي مسك فيها عمرو الجنايني الحقيقه في كره القدم او في المجال، وانا شهادتي دي شهاده لوجه الله تعالى، فاعترض اعتقد ان شاء الله باذن الله اتمنى له كل التوفيق. عمر جابر كمان بنقول له الف سلامه. عمر جابر اصيب النهارده، ويعني كان في كوره اللي لاعب نهضه بركان اتطرد فيها، دي لقطات نقل عمر جابر. ده ممدوح عيد الحقيقه المدير التنفيذي للنادي، واحد من الناس اللي ليهم بصمات كبيره. ممدوح عيد الحقيقه عامل اداء رائع مع نادي بيراميدز. دي لقطات خاصه لينا بننفرد بيها هنا في برنامجنا في نقل عمر جابر للمستشفى. واضح ان هي يعني اصابه قويه، وان شاء الله باذن الله ربنا يقومه بالسلامه. وهو اخذوه على طول في العربيه وراحوا بيه. عايز اشيد تاني بهاني سعيد وممدوح عيد، هاني سعيد وممدوح عيد ومحمود فتح الله. الحقيقه كوادر كبيره جدا جدا جدا، في كل فيديو بنشوف هاني واقف، بنشوف ممدوح واقف، بنشوف الناس واقفه متابعه كل حاجه خطوه بخطوه ودقيقه بدقيقه. مشاهد الحقيقه يعني مرتبه ومظهر رائع ظاهر بيه نادي بيراميدز. نتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. هارد لك بيراميدز، شرفتونا، وان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل. وبوجه كل تحيه لاداره بيراميدز، تجربه رائعه، تجربه كبيره جدا. كل الشكر للمستشار تركي الشيخ صاحب التجربه في البدايه اللي الناس اعترضت عليها، اصل استثمار، تجربه قويه. لو الدوري فيه نادي واثنين وثلاثه زي بيراميدز، الدوري المصري هيروح في حته ثانيه. تركي الشيخ هو اللي كان ليه ضربة البداية ويستاهل الحقيقة الشكر، وإدارة بيراميدز الحالية الإدارة الإماراتية لها كل الشكر وكل التحية. ونتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون في استثمار لنادي واثنين وثلاثة في منافسة مع الأندية المصرية، عشان الكرة المصرية نفسها تروح في حتة تانية. وأنا بتكلم على بيراميدز النهاردة، هو ممثل للكرة المصرية، فأول تمثيل ليه موجود في المباراة النهائية. اختار إن هو يتولد كبير، أتمنى له إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق. وزير الشباب والرياضة في حديث خاص جدا النهاردة ليه، هنشوف الوزير قال ايه، ثم فاصل، وبعد الفاصل حديث خاص جدا جدا جدا. كابتن ضياء السيد واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين، واحد من نجوم التدريب الحاليين، بعد الفاصل. احنا معاهم ثلاث فرق، الاهلي وصل النهائي، احنا متابعين. الزمالك يعني ايا كان الاحداث، فرقه الكوره والرياضيين انا بطمنهم ايا كان الاحداث، سواء دلوقتي او بكره. جماهير نادي الزمالك انا بتكلم، الاهلي يعني ماشي في طريقه وصل النهائي، الزمالك عشان الاحداث الحاليه اللي موجوده، الكوره، الفرقه، الرياضيين لا مساس ليهم. ايا كان القرار، انا باكد ثلاث مرات واربع، ايا كان القرار، ايا كان الموضوع، احنا مسؤوليتنا الحفاظ على الفرق، على الكوره، لا مساسها بالكوره. اربع مرات، خمس مرات باكد، ايا كان القرار، ايا كان القرار، لا مساس بالفرق، ولا مساس، لان ده منتج مصري. حصل تواصل ما بين وزاره الشباب والرياضه والاتحاد الافريقي؟ تواصل طبعا اكيد في النقطه ديت، لان هو الاتحاد الافريقي صاحب القرار في المباريات ان مفيش جماهير، سواء اللي كانت في المغرب او هنا. وانا كنت يعني موجود في مباراه الاهلي، والاتحاد الافريقي اشرف على حتى الجمهور الصغير، مش الجمهور، الضيوف اللي موجودين، خرجهم بره، خرجهم بره. فبالتالي صاحب السلطه الاتحاد الافريقي. احنا بنحترم قرارات الاتحاد الافريقي. اولا احنا جزء مهم جدا من افريقيا، وافريقيا جزء مهم جدا من مصر، واهتمام القياده السياسيه اهتمام كبير جدا على المشاركه والتداخل الافريقي. اكيد خطوه جديده وخطوه كبيره ان يكون اشقائنا في جنوب افريقيا يكون ممثلهم
واختيار، لان ده العمل الرياضي في الكوره عمل احترافي، كل اداره نادي بتختار اللي هي عايزاه، لكن وقوع الاختيار على مدرب من جنوب افريقيا اذا شهاده مصريه لجوده هذا المدرب، وبالتالي هو كمان اثبت في مبارياته صدق حسن الاختيار بس. فدي تجربه جيده جدا، وده انفتاحنا على اشقائنا في افريقيا. اهلا وسهلا بكل مميز ومتميز لاعب، اهلا وسهلا بكل مميز ومتميز مدير فني او مدرب. انتخابات، احنا المفروض، انا بتكلم باسم وزير الشباب والرياضه ووزاره الشباب والرياضه، احنا بنحترم قرارات المؤسسات الدوليه. الاتحاد الدولي لكره القدم احترم مصر، ساعد مصر، احنا كمان معاه، وطبعا اينما كان القرار احنا معاه، بس بنقول ان في قانون مصري هيبقى يتم العمل بيه. اكيد احنا بنودي ده الاتحاد في قراراته، ويعني هنساعد قرارات الاتحاد الدولي. خسارة بيراميدز لقب الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي بالنظر لتاريخه القاري لا تستطيع أن تمحي ما قدمه هذا الموسم في البطولة، خاصة مع ظهوره الأول في الكونفدرالية، ولكن النهاية لم تكن سعيدة ولم يعد في الإمكان أكثر مما كان. وصول الفريق للمباراة النهائية مع أول تجربة له خارج مصر يعد حدثا هاما بين أندية القارة السمراء، ويكفي الأرقام والانتصارات التي حققها الفريق لتغيير نظرة الجميع تجاه بيراميدز، وأصبح الجميع ينظر إليه على أنه فريق بطل وسيكون في قادم المناسبات منافسا قويا وشرسا، ليس في البطولات المحلية بحسب وإنما في البطولات القارية بالنظر للأسماء التي ضمتها قائمة الفريق خلال هذا الموسم. بيراميدز خلال سنوات قليلة وضع نفسه في دائرة المنافسين محليا وقاريا بعد أن احتل الموسم الماضي المركز الثالث في الدوري المحلي ووصيف كأس مصر، وهذا العام يتنافس على المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال. وخسارته للكونفدرالية لن توقف طموحات الفريق الوليد نحو تحقيق أهدافه المنشودة، وهي مقارعة الكبار في مصر وداخل القارة السمراء، خصوصا أنه يملك كل الإمكانيات التي تجعله من ضمن الكبار، وهو ما يعني أن المستقبل سيكون أفضل في المناسبات المقبلة. في النهاية أحلام بيراميدز لن تقف عند حدود الوصول للنهائي، ولكن لا يزال الفريق يبحث عن مجد قاري له خلال السنوات المقبلة، فهل يعود ويكرر إنجازه في العام المقبل؟ أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ونكمل حلقتنا مع كابتن ضياء السيد، واحد من نجوم التدريب في مصر. بتشرف بوجودك يا كابتن. أنا بتشرف بيك يا سيف دايما، وهبقى سعيد ان انا ببقى معاك. شرف ليا يا كابتن حبيبي. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام. رايك النهارده في بيراميدز منظر مشرف وحاجه جميله لا بتتكلم فنيا ولا انه وصوله النهائي؟ وصوله النهائي طبعا منظر مشرف، انه خلال ثلاث سنين بيوصل نهائي الكونفدراليه وبيصارع على فنيا. انت كنت مستني اكتر من كده؟ لا، فنيا سيء جدا، اداره الماتش سيئه جدا، من بدايه التشكيل، اداره الجيم كله كنهائيات من امبارح كلها غلطات، سواء اداريين، يعني هقول لك من بعد حريه كوناكري الناس كلها خلاص خدت البطوله، وده غلط كبير جدا. ليله الماتش انا شايف في الثلاث برامج ثلاث مسؤولين عاملين مداخلات، وده غلط نفسيا ومعنويا غلط. انت الكاس مش عندك، مع ان كل اللي موجود في بيراميدز خبرات كبيره جدا جدا، حاجات لا تدعو الى التركيز ولا تدعو الى ان انت داخل على بطوله وبتنافس اصحاب الارض. يعني مثلا هقول لك على حاجه اداريا، مثلا الحكم المباراه هم عرفوه من يومين مثلا، الحكم ده قاعد في المغرب، الحكم ده عليه تحفظات من ماتش الزمالك والرجاء، الصحافه المغربيه قطعته عشان في ضربه جزاء ما اتحسبتش. ازاي ما يضغطوش ويسيبوه انه هو قاعد في المغرب انه هو اللي يحكم؟
ما عليه ضغط ده من الاعلام المغربي وعليه ضغط من المسؤولين المغاربه لانهم حاسين انه اتظلموا ظلمهم في ماتش الرجاء. مش ده ضغط؟ ازاي انا كاداره في بيراميدز ما اتحركش واعمل ضغط على الاتحاد الافريقي؟ اعمل ضغط واطلب تغيير واطلب 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 بحيث انه ممكن ما اتغيرش بس يبقى عملت الضغط، عملت اللي عليا. ده عنصر اداري مهم جدا. ده دليل ان هم كانوا 90% مركزين ان هم كسبوا البطوله. طبعا انتقل بعد كده، دي نقطه مهمه جدا خد بالك، نقطه النهارده الحكم داس على بيراميدز بما بكل ما فيه من معاني، سمح للنهضة البركان تعمل كل حاجه. في جيم يقول لك الجيم القبيح اجلي جيم، خد بالك نهضة البركان من الفرق اللي بتلعب كره جميله، كره شامله جميله حلوه. النهارده عملوا جيم ديرتي جيم، جيم صعب جدا، وقوع واستلباط وكره بره ويقعدوا ربع ساعه ويلعبوا نص ساعه يعني جابوا الجون وخلاص. الجون فيه هاند بول كان لازم يرجع للفار، في واحد كان لازم يطرد ضرب توفيق تقريبا. فالنهارده الحكم داس على بيراميدز. تيجي بقى الاداره الفنيه، اداره سيئه جدا، تشكيل من بدايته من اسمه ايه شيشيتش المدرب الكرواتي، إدارة التشكيل نفسه 3 4 3 وعناصر المفروض تكون موجوده، عناصر التغيير كمان غير ناس، ملعب بثلاثة ورا وبعدين ابتدى يخش يعدل فيها بعد كده، ما لعبش بالقوه الضربه بانطوين، ده كان لازم يكون موجود في الملعب. حتى التغيير الاخراني المفروض دودي الجباس ينزل. فهو اداره فنيه كانت سيئه. انت لو تشوف كل ده على التحكيم النهارده بيراميدز مفيش فرصة واضحة ضاعت فنيا، انا بتكلم على فنيا، مفيش فرصة واضحة لانه الهوية الفنية ضاعت في التشكيل وفي إدارة الجيم كله. فعايز اقول انه انهم يوصلوا طبعا بعد 3 سنين تكوين فريق يوصلوا تاني بيصاروا على المركز التاني عشان يخشوا دوري الابطال وانهم يوصلوا نهائي الكونفدرالية، لكن هم اداروا العملية بتاعت الماتش النهائي خارج الملعب وداخل الملعب كانت ادارة غير موفقه، مش هقول اكتر من غير موفقه يعني. ماشي، بس عشان ادي لهم حقهم يعني وصلوا للنهائي. لا لا، حقهم انهم وصلوا للنهائي دي حاجه كبيره جدا، اهتمام كبير جدا. أنا طبعا لا، انه انا قلت خلال 3 سنين فرقه لسه متكونه بتوصل الارقام دي او سنتين، دي حاجه كويسه جدا. لكن ما اجي اتكلم انا بقى، ما هو انا ضيف شايف المشهد فلازم اقوله زي ما هو، لانه زي ما هو لا في ديفوهات كتيره من امبارح بالنسبه للتحكيم، انه ما حصلش ضغط من اداره بيراميدز، بالنسبه للناس حاسس انها فرحه بدليل المداخلات اهم 3 مسؤولين امبارح في كل البرامج، وده ما ينفعش، كان لازم يتقفل، يقفلوا كل الناس تقفل لانه برضو اللعيبه بتتفرج. بعد كده اداره فنيه غير موفقه في تشكيل في تغيير، كانت نتيجتها ان بيراميدز ما ضيعش فرصه، ما فيش فرصه ضاعت. نقدر نقول ان الاهلي والزمالك في المباراه النهائيه ولا الاهلي بس حتى الان؟ الزمالك بنسبه 95% ان شاء الله. 95؟ طبعا طبعا. لا الزمالك اقوى بكتير، نسختين الوداد والرجاء اضعف بكتير جدا من الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك حالتهم جيده وحاله 90%. مين افضل الاهلي ولا الزمالك يا الاثنين قوة، يملكوا من القوة والمستوى المرتفع سواء على المستوى البدني أو الفني. إصابات الزمالك خارج الملعب تؤثر عليه ولا قادرين يفصلوا الفرقة؟ اللي أنا شفته في ماتش الرجاء قادرين يفصلوا الفرقة. يعني في فصل وحجم الحدث يخلي اللعيبة تهتم بال إنها تفصل. يعني حجم الحدث إنك بتلعب على بطولة إفريقيا وانك وده بان في ماتش الرجاء من قوه اللعيبه وثباتهم في الملعب وادائهم الفني العالي سواء في الناحيه الدفاعيه او الناحيه الهجوميه. انا بعتقد انه واضح جدا انهم فاصلين بشكل كبير جدا. كنت لسه بسال دلوقتي كابتن شريف عبد المنعم على احمد فتحي، والحقيقه احمد فتحي مشهده خلص بشكل حضاري بينه وبين النادي الاهلي جدا جدا. لو حضرتك مسؤول في النادي الاهلي تجيب احمد فتحي تقول له يا ابني خليك قاعد بقى وعفى الله عما سلف، شوف انت عايز كام الموضوع خلاص. الموضوع خلاص. لا لا لا، اي حاجه تتقال تانية دي حاجات تهريج يعني. على فكره بقيت حضرتك. لا لا لا، تهريج مع حبي يعني لاحمد فتحي. لا لا لا، طبعا للاهلي ولا احمد ده النادي الاهلي خد قراره واحمد فتحي خد قراره في عمليه التفاوض صح، فخلصت احمد كمل باحترافيه والنادي الاهلي كمل باحترافيه ما خدش قرار ما فيهوش احترافيه.
خد قرار في احترافيه واحمد كمل بقمه الاحترافيه. الموضوع خلص الحاجات التعاطف والسوشيال ميديا والجمهور ده كلام ما لا النادي الاهلي هيمشي وراه ولا احمد فتحي نفسه هيمشي وراه. ودي حقيقه. النادي الاهلي في احتياج لمهاجم؟ طبعا في احتياج في مهاجم. انت مشيت احسن مهاجم عندك وجبت مهاجم ضعيف وقلت عليه من اول يوم ضعيف والناس كنت بتشتم اصبر عليه قلت لهم مش هيبقى كويس بادجي اصبر عليه دلوقتي بقت رؤيه مدرب فهنحترمها يعني هنحترمها جدا هنحترمها جدا عشان هي رؤيه موسيماني لكن هو ضعيف من اول يوم ضعيف. محدش بيزعل من الاجنبي يا كابتن. من الاجنبي ازاي؟ بيقول وجهه نظره. ممكن لا بص هو احيانا بيحسبوك ان انت ضد يعني ما تيجي انت يعني تيجي تقول وجهه نظرك يقول لك ايه لا اصل لا الكابتن ده ما بيحبش الكابتن الخطيب بالظبط مش على وفاق إيه؟ مع العمري اصل هو ضد الاداره اصل مش عارف ايه لا أي انا أجنبي. بتكلم فنيا يا جماعه فنيا تقديري للراجل ده النادي الاهلي يستحق فيرود احسن من كده. لا ده بتكلم ان احنا ظاهره عندنا لا لا ان الظاهره طبعا مسموع يعني فلان خلاص يبقى فلان لا ظاهره طب ما احنا وهو احيانا اصل احيانا متاثر على بعض الناس اللي بتطلع في الشاشات وبيغير كلامه وفي ناس ما بتغيرش انا ما بغيرش كلامي طالما كلام في الفنيات ولمصلحه النادي هقوله فهو الـ 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 لا فيرود لا يليق بالنادي الاهلي وده اللي قاله موسيماني واتعامل معاه على هذا الشكل. النادي الاهلي محتاج ايه؟ محتاج فيرود ماشي ازاره. في فيرود جوه مصر يقدر يلعب في الاهلي؟ في مصطفى محمد. مصطفى محمد يقدر يلعب في الاهلي؟ لا يلعب طبعا. مصطفى لعيب كبير يعني انت لو عندك مصطفى ومروان في فرقه واحده الاثنين مروان ماشي اهو مين يلعب على مين؟ اللي كويس في وقته انا عارف وقته دلوقتي يعني لا ما هو بص انت الـ بتاع الديناميت اللي بترميه كده اللي بترميه ده ليه رد كرة كابتن ما في وقته مصطفى محمد فرود صغير واعد بشكل كبير انت كنت في يوم من الايام مدرب منتخب مصر طبعا فكنت بتيجي ما كنت اجي اسال حضرتك مين يا كابتن يلعب فلان يلعب على فلان ايوه ايش محتاجه طب ما انا بقول لك اهو في الوقت الحالي مين يلعب على مين هم هيلعبوا ويتالقوا بشكل مصطفى يلعب ومروان يلعب دلوقتي لو حضرتك ماسك المنتخب دلوقتي وعندك ماتش بكره يا حسام اعمل لنا مداخله دمرداش مع الكابتن حسام لا انت حضرتك وجهه نظر حسام اللي ماسك ما انت ليك وجهه نظر فنيه لا هكوكا الليله على الاثنين في افضل حالاته على الاثنين طبعا دلوقتي في افضل حالاته ليه دايما حظه قريب على المنتخب يمكن طريقه اللعب شويه اللي كانت بتتبع يمكن يعني هو كان مقصر مفيش ولا طريقه لا هو كان ما فيش احنا ما لعبناش غير بطريقه واحده مع كوبر طريقه اللي هي تعمل ديلي كتير 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 وتشتغل جزء كبير في الناحيه الهجوميه ودي احدى الطرق اللي بتنجح يعني لكن هو احنا شايفينه مع في الماتشات في بطوله اوروبا وماتشات في الدوري مع مع فرقته ما شاء الله هداف وماشي بشكل كويس يعني اتمنى انه هو يعي ده ويعرف انه هو في جزء كبير كان عليه يعني عشان كده الناس ما بتنقدش من يعني اوانطة بتنقد هل هاني وفتحي اخذوا دخلوا التحدي مع البدري؟ بعتقد طبعا مين يكسب؟ حسب المباراة حسب المباراة انت جاي حضرتك النهارده على الهادي لا 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 حسب المباراة مباراة اللي هنا ممكن هاني يلعب بره ممكن فتحي اللي لازم يلعب بره فيها خناقات انت فاهم قصدي؟ هاني ما شاء الله الماتشين اللي فاتوا مستواه هايل الموقع يحدد التشكيل على طول لازم يفضل بقى 8 من 10 الموقع يحدد التشكيل طبعا في مباريات بتحتاج ناس معينة طبعا في مباريات بتحتاج ملعبك بيختلف حازم امام امبارح قال مشكله احمد فتحي اللي اي مدير فني هيفكر فيها ان احمد من اللعيبه اللي ممكن وشه يقلب لو ما لعبش يعني بيتهيألي احمد دلوقتي في الوقت ده مش هيعملها كتير يعني مش هيعملها كتير لانه احمد خد خبرات كبيره جدا هو احمد من النوع ده اللي بيجز ويمكن من ضمن الحاجات اللي خلته يقرر يمكن على ما اعتقد انه عمليه الروتيشن اللي كان بيتعمل اللي كان بيعمله فايلر كان بيعمل روتيشن كتير مره يلعبه باك رايت ومره يلعب هاني يعني على طول واحنا ما كناش معتادين على ده معتادين على ال 11 بيخش الناس في الحالات اللي هي بقى اصابات او انذارات او كده
لكن دلوقتي في الوقت ده بتاعنا لا، في اخر تمثيل لاحمد في حياته الكرويه للمنتخب ما اعتقدش انه ممكن يقلبوش. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل، اسئله خفيفه زي ما احنا شغالين كده، ونحاول نجيب اجابه من الكابتن ضياء. هي الامور صعبه شويه بس هتسلك ان شاء الله بعد الفاصل. نرجع تاني ونتكلم شوية عن الأهلي والزمالك، وسؤال كابتن بيطرح نفسه يعني للتفكير كده. النادي الأهلي والزمالك متعودين دايما مديرين فنيين أجانب، وفيهم باتشيكو دلوقتي وموسيماني ماشيين بشكل جيد، في أي يوم من الأيام مين المدير الفني اللي يقدر يقود الأهلي ومين المدير الفني اللي يقدر يقود الزمالك؟ يعني إيه مش فاهم؟ يعني مين المدير الفني المصري اللي ممكن يمسك النادي الأهلي؟ ما هو الريتم، الريتم بياخد الأجنبي طول الوقت. لو مفيش أجنبي، لا يعني ده تفكير يعني، ازاي ما فيش اجنبي؟ ما هو الاجنبي موجود، ده لو ما فيش بنوجده بندور له عليه، لانه احنا في ما هو ده بقى خط. لكن في اوقات مسك حسام كان موجود في المنتخب وخلص مثلا. الكلام ده كان يمكن في الثمانينات وفي التسعينات شويه لما مسك كابتن انور سلامه والكابتن سايس الله يرحمه، وكانت الامور الى حد ما. من يا كابتن المؤهل دلوقتي اهلاوي يمسك الاهلي في يوم من الايام؟ ومن انت مش المشكله مين مؤهل؟ مش المشكله مين مؤهل، ما المشكله ايه؟ المشكله انك انت هتختار حد مصري ولا بيختار يعني. نفترض النظام اللي موجود، نفترض النظام موجود قرر ياخد مصري، تمام، والمدربين كتير. مين بقى من النادي الاهلي؟ عندك ضياء السيد نمره واحد، عندك كابتن مختار مختار، عندك كابتن حسام البدري، محمد يوسف، ودول ليهم تجارب، ليهم تجارب كتير. ويخش بعد كده عندك في عادل عبد الرحمن، ممكن يخش. بكلمك على كل الناس، حسام حسن لو النظام رضي، لو اسياده راضين عنه يعني، مش اسياده، مش عايز اقول اسياده، لانه دايما بتدخلش فيها كناحيه تدريبيه. حسام يمسك طبعا اذا كان حسام بيترشح لمنتخب مصر، لو الادارات يعني لو الادارات اللي موجوده بتسمح انه حسام يمسك. والزمالك؟ زمالك كتير، والزمالك اوريدي مسك ناس كتير، مسكت يعني حتى ناس صغيره مسكت. يعني يمكن كان اكبرهم حلمي وطارق، يحيى مؤمن مسك، خالد جلال ما شاء الله مسك، مؤمن خد كاس وخالد جلال خد كاس، محمد يوسف خد بطوله افريقيا ودوري، وحسام خد حاجات كتيره جدا، بطوله افريقيا و الامور ما فيهاش صعوبه، غير انه القرار دايما علشان الانديه الكبيره وعشان النقد الجمهور و فنجيب الاجنبي، وبيجي اجنبي وفيها. والاهلي والزمالك جابوا اجانب وما نجحوش. طيب يعني الاهلي خلال اربع سنين، هرجع لحضرتك سريعا، ماشي، مدربين اجانب كتير يعني. طيب ناخد احمد الغمري محرر السوشيال ميديا النادي الاهلي. احمد مساء الخير. مساء النور كابتن سيف صديقي، اخبارك ايه وحشني عامل ايه؟ الحمد لله تمام يا كابتن. كله تمام الحمد لله. ابرز ردود الافعال بعد تاهل الاهلي للبطوله الافريقيه النهائي؟ ابرز ردود الافعال كلها اكيد حوالين موسيماني. فريق الاهلي كان موجود مع فايلر بشكل كويس، بعد كورونا تغير فايلر وتغير مع الفريق. النجم الابرز حاليا للاهلي، في لعيبه مستواها بدون ذكر اسماء اختلف تماما، رضا الجمهور عنها اختلف تماما، فبالتاكيد يبقى نجم المرحله يبقى هو موسيماني، خصوصا لو قدر ان هو يقدم بصمه سريعه جدا في وقت قصير جدا بطريقه لعب واضحه انها دي بصمته، كانت موجوده قبل كده في صن داونز على مدى سنين طويله. فكره انه ينقل الدي ان ايه بتاعه للنادي الاهلي بالسرعه دي، ده يبقى اكيد موسيماني هو النجم الاول، خصوصا ان موسيماني في فتره قصيره قدر يبرز للناس ميكس عجيب كده بين فكره انه بيعرف يشتغل على عاطفه المصريين واحترافيه وصرامه الاجانب، فده حبتين الميكس ده مع اللعيبه المصريين بيعمل نتيجه مذهله. نتمنى ان هو ان شاء الله ما تبقاش مجرد بدايه، وان هو يستمر على ده، وانه ان شاء الله يحقق البطوله الثانيه ليه والتاسعه للنادي الاهلي. ردود الفعل كمان حبتين اتجهت في فكره
ان حبتين يعني ايه. طبعا ابناء النادي الاهلي ليهم كل الاحترام جميعهم طبعا، بس فكره عايزين حبه دعم للراجل. يعني البعض بيتكلم فكره ان الراجل وكان في الاهلي ما تاخرش على ابنائه ابدا. الكابتن حسام بدري خد فرصه والحمد لله نجح بطوله قاريه. بعده الكابتن محمد يوسف اخر بطولتين قاريين للاهلي للنادي الاهلي حققهم مدربين مصريين. فلما كانت الظروف مناسبه للنادي الاهلي ساعد ابنائه وابنائه ساعدوه وحقق انجازات استفاد منها المدربين واستفاد منها النادي الاهلي. محتاجين بس حبه دعم للراجل وفكره ان هو ايه كان فلان اولى كان فلان اولى. الراجل هو موجود دلوقتي للنادي الاهلي والانجازات اكيد الراجل له بصمه فيها والراجل شغله واضح. محتاجين بس حبه دعم ليه من احنا كلنا الأهلي. احنا كلنا داعمين الراجل. نتمنى ده على طول يا كابتن. ايه رايك في بادجي؟ في مباريات قدم مردود يعني مثلا زي ماتش الزمالك كان الناس كلها متخوفه منه قدم مردود كويس جدا. انا كنت بسمع وسمعت راي كابتن ضياء وحبتين يعني ايه مش شايف ان هو للدرجه دي. الراجل قدم فيه مباريات مستويات كويسه وفي لمحات زي مثلا الجون اللي جابه لما فوت الكوره وحطها في البعيد عنده كوره عنده لمحات. بس هيبقى عنده مشكله اعتقد مع موسيماني في فكره طريقه لعبه. هيبقى اعتقد هيبقى مروان هو اختياره المفضل في الطريقه دي. بس اتمنى بورجي ياخد فرص ان شاء الله ويثبت نفسه. احنا مستفيدين الاهلي مستفيد اكيد. لو لعيبتي لو شفنا من اربع ايام كان في اربع خمس ست لعيبه كان عندهم جمهور ونقاد وكل الناس في مصر عندهم اعتراضات كبيره عليهم. نتمنى ان شاء الله بادجي ينضم للعيبه دي ونستفيد منه ان شاء الله ونستفيد طيب. من المبلغ المالي الجديد باذن الله. عايز رايك بسرعه جدا لازم اطلع فاصل في موضوعين مهمين. رايك وراي الناس على السوشيال ميديا في رحيل احمد فتحي في حسام عاشور وجوده في الاتحاد السكندري. كابتن احمد فتحي اختار واختياره ربنا يكرمه فيه. بس خلاص كابتن احمد فتحي اختار وخلاص ابغض رغبته. النادي الاهلي قرر وخلاص ابغض رغبته. طالما الموضوع انتهى احنا بالنسبه لنا خلاص حقوق كل لاعب في النادي الاهلي له حقوق علينا كجماهير. بمجرد انتهى عقده ينتهي حقوقه علينا ويبقى اولى بالدعم مننا اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي اللي بتلبس تيشيرت النادي الاهلي اللي بتتعب عشان النادي الاهلي. زي ما كان كابتن احمد لما خلال ال 10 سنين ال 12 سنه اللي فاتوا كان له حقوق كبيره علينا واعتقد جمهور الاهلي ما قصرش معاه في اي حاجه. بس هو اختار سكه ثانيه خلاص ربنا يوفقه فيها. كابتن حسام ربنا يكرمه بس يا ريت يشوف بس ردود فعل. يعني يا كابتن حسام جمهور الاهلي كتير منه شايل لك تاريخ. يا ريت يعني بالراحه شويه في التصريحات. يا ريت تركز شويه في التصريحات. النادي الاهلي ما عملش اي حاجه تستاهل كل الاستعداء اللي انت بتعمله ده. وفي النهايه الاهلي مش خسران حاجه. الجمهور موقفه واضح. النادي كان موقفه واضح. حضرتك كل فتره بتخرج علينا بتصريحات غريبه ربنا يوفقك فيها. حاجه اخيره بس عشان عارف ان الوقت خلص. لما كنت مع حضرتك من شهرين اتكلمنا على فكره نادي القرن. فات النهارده 163 يوم وما زلنا في انتظار ايه امتى يتقدم ملف نادي القرن عشان نحتم القضيه دي للابد عشان ما نقعدش كل سنه نتكلم فيها. ماشي يا غالي بتشرف ان انا خدمتك جدا في الوقت. بتشرف بوجودك معايا وبشكرك ودايما مشرفني ونورني. بشكرك شكرا جزيلا. احمد الغامري الحقيقه من الناس اللي بتشرف دايما بوجودهم معايا وجهات نظر الناس على السوشيال ميديا مهمه جدا. بقت حياه وبقى عالم كبير جدا جدا. رايح حضرتك في حسام عاشور وجوده في الاتحاد خطوه كويسه؟ خطوه تخص حسام ان هو بيخوض تحدي جديد وعايز يلعب ودي حاجه كويسه انه يستمر وعايز يلعب. بس المهم ان هو ان شاء الله مع حسام اعتقد انه والنادي الاتحاد فرقه كبيره عندها جمهور واتمنى له التوفيق لانه حسام لعيب مخلص ولعيب كويس. يعني نرجع بقى نتكلم على شويه على الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه والماتش اللي جاي. نتكلم شويه عن كابتن حسام البدري والكره الافريقيه. نتكلم شويه عن بيراميدز والسنه الجايه شويه حاجات كده كتير مع كابتن ضياء بعد الفصل. السؤال برضو اللي بنفكر فيه، هل الدوري المصري واللقاءات الافريقيه الاخيره افرزت اي حاجه للكابتن حسام البدري؟ طبعا
يعني الثلاث فرق مثلا اللي بيلعبوا في افريقيا دول ما شاء الله يعني وصلوا لحاله بدنيه وحاله فنيه هايله. في حد كتير ممكن عكس الفتره الاولى اللي كان اللي عمل فيها تجميع للمنتخب. دلوقتي الناس اللي بره مصر واصلين لمرحله كويسه جدا والناس اللي جوه مصر على اقل تقدير الثلاث فرق اللي هم التوب واصلين لمرحله كبيره من البدني ومن الناحيه الفنيه الكويسه جدا. في حد جديد ممكن لفت نظر كابتن؟ يعني حد جديد زي ايه يعني؟ يعني وجه جديد في اسامي احنا عارفينهم، عبد الله السعيد يقترب، السلية اكيد، طارق حامد موجود، مروان محسن، مصطفى محمد في الصوره، يعني عبد الله جمعه يعني اكيد. انا بشوف انه موجود وجه، بس طبعا في الزنقه اللي حسام فيها دلوقتي ما يقدرش يستخدمه، بس يكون قريب. يعني عبد العاطي مثلا بتاع دجل لعيب كويس جدا، رغم ان المنطقه دي زحمه وفيها خبرات كبيره جدا، لازم يبقى، لكن هو لعيب هايل، لازم يبقى قريب بشكل كبير جدا. كان في لعيبه منتخبات والمفروض بعدت فتره، لكن دلوقتي محمد ابراهيم مثلا، محمد ابراهيم وصل لمرحله هايله الدور الثاني بشكل كبير جدا. اوباما ما خبطش على الباب، وجوده اوباما مهم جدا جدا في نادي الزمالك، فلازم يكون مهم جدا في المنتخب. يعني مهم برضه، لعيب مهم واساسي طول الوقت مع الزمالك وبيفرق بشكل كبير جدا، مهم. عبد الله جمعه، يعني عبد الله هي مشكله المنتخب، مشكله يعني عبد الله لما كان في عزه كنا كل مصر بتطالب بوجود عبد الله، لانه كان واصل لمرحله كبيره جدا، بعد فتره طويله ورجع بشافي، وبعد كده شافت اتصاب فرجع عبد الله، ما رجعش بنفس القوه بتاعت الاول، لكن بيأدي بشكل كويس. ومشكله المكان ده ما فيش في مصر. يعني في مشكله عند حسام، يعني في معظم الاهلي مثلا والزمالك ما فيهمش باك ليفت، فيهم علي معلول وفيهم عبد الله اللي هو مش اساسا باك ليفت. انت متخيل ده؟ فهي فيها حته شويه مشكله، لان النادي الاهلي في وقت من الاوقات لعب احمد فتحي باك ليفت، فهو دي هيلاقي فيها مشكله شويه حسام. طب لو رحنا البيراميدز وقلنا ان حضرتك لو انت مدير فني البيراميدز عندك شريف اكرامي وعندك المهدي وعندك الشناوي، تبتدي بمين؟ والله المنافسه تبقى كويسه للجوان دي، يعني المنافسه انا بس بشوفها، بس البدايه في حراسه المرمى مهمه طبعا، وزي ما بيقولوا كده اللي هيبقى احسن تثبت. يثبت طبعا، يعني على فتره الاعداد ولا على نهايه، ولا علناها معاك السنه اللي فاتت؟ ليه علناها معاك السنه اللي فاتت ولا على فتره الاعداد؟ لا لا، ما هو ما اعتقدش انه الراجل اللي موجود ده هيفضل موجود. لازم هيجي مدرب جديد، وهيجي مدرب حراس جديد، فانا بعتقد انه عليهم المنافسه، واللي يبقى نمره واحد هو هيحدد بقى مين نمره واحد ومين نمره اتنين، كل واحد حسب شغله. مين كل حسب شغله من ثلاثه؟ من وجهه نظر حضرتك يبقى نمره واحد؟ لا لا، ما تقدرش تتنبأ بيها. تتنبأ بيها ازاي؟ ما هو المفروض مثلا كان الشناوي لما يروح، الشناوي جون كبير وعظيم، لكن ناقصه حاجات كتيره تخليه يبقى تحت الثلاث خشبات على طول. ناقصه ايه؟ ناقصه تركيز عالي جدا، انه يبقى مكرس كل حياته للشغلانه دي. اكتر واحد موهوب في مصر هو الشناوي كحارس، ما كان معايا ثلاث سنين في منتخب الشناوي. هيقدر ينافس الاثنين؟ لو مش قادر مش هيبقى له مكان. لا انا توقعت حضرتك. هو لازم ينافس، مش لازم هم اللي ينافسوه. لو هو واخد الامور بتركيزه وبتاع لازم هو موهوب جدا بقول لك. لكن لعيب الكره مش كل حاجه اسهل لشريف، مش موهبته بس هي اللي بتلعبه. يعني اسهل لشريف ان كان ينافس محمد الشناوي ولا يروح ينافس الاثنين هناك؟ لا، لازم كان يغير شريف. لازم كان يغير ويجتهد ويلعب في بيراميدز. لكن ان هو يستمر ينافس، لا لا، كان لازم يغير، لانه قعد فتره طويله. قعد فتره طويله، فمع سنه بتنتهي يعني. ابو جبل ابو جبل هيقعد جنش ولا جنش هيقدر يخش؟ لا، ابو جبل ما قعد جنش اوريدي. دلوقتي ما قعد جنش. جنش طبعا الاصابه ولسه راجع، لكن دي تتوقف على جنش مش على ابو جبل. تقدر حضرتك تتوقع على الاربعه اللي هيلعبوا؟ انه ما يزهقش ويستمر في تدريبه، لانه هتيجي في سنه. تقدر تتوقع الاربعه اللي ورا اللي هيلعب بيهم البدري؟ البدري اتوقع فتحي، محمود علاء، حجازي، ايمن اشرف، دول الاربعه. وليس عبد الله. لا لا، بتحتاج في المنتخب الباك ليفت اللي شغلته باك ليفت. اللي شغلته باك ليفت.
نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا. كل الناس بتتكلم ان بيراميدز بعد الوصول النهائي هيبقى بيراميدز مختلف وهيبقى جهاز انذار شديد الموسم اللي جاي للاهلي والزمالك. بيراميدز ياخد بطوله السنه الجايه؟ عايز اقول حاجه الاول قبل ما تقول لبيراميدز. انت لما سالتني على انك في مدرب مصري ممكن يمسك النادي الاهلي قلت لك في كذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين دخلت الاخ اللي دخلته الغمري. قال لك احنا عايزين نساند مش وقت انا اولى ومش انا اولى. يا جماعه الناس اللي هي فاهمه نفسها اهلاويه اكتر مننا النبي بالراحه شويه علينا. السؤال بتاعك واضح السؤال والكلام الرد ده واضح. ملوش اي لازمه الكلام ده. ممكن يكون بيكلمني انا كده. لا معلش معلش انا قاعد. ايوه ممكن يا بيه انا اللي سالت. انا عايز اقول حاجه بس. اداره الكوره طول عمرها في النادي الاهلي لما بتختار مدرب كل الاهلاويه بيبقوا مع المدرب. انا عمري ما انتقدت على فكره موسيماني. لكن لو في حاجه غلط هنتقد موسيماني زي ما طبعا. كنا مع فايلر وانتقدناه بعد الكورونا. السؤال ده عندنا وقلت لا معلش ما فيش حد اهلاوي اكتر من اللي لعب في النادي الاهلي وكان في النادي الاهلي. الحاجات اللي طلعت اليومين دول بالراحه شويه. احنا ما قلناش ان انا اولى ولا مختار اولى ولا كل الاسامي اللي انا قلتها. موسيماني موجود وبنقول انه في شغل. انا حتى لما قلت بالراحه على الراجل علشان لما يغلط نعرف ندافع عنه. فاحنا ما قلناش ان احنا اولى. احنا لازم نساند دلوقتي يا عم. احنا كلنا بنساند صح. احنا اكتر ناس هتساند. احنا اكتر ناس عايزه النادي الاهلي يبقى فوق وياخد التسعه والعشره والحداشر. موسيماني ماشي كويس. احنا بنتكلم في مساله ثانيه. لا تلقيح الكلام بتاع الولاد الصغيرين وبتاع الكلام ده ما يتقالش للناس تعبت في النادي الاهلي. احنا اهلاويه واكتر من اي حد اهلاوي. واللي اهلاوي يبقى هو اهلاوي. دي واحده بس واحده واحده عشان معلش بس اصل انا ممكن انا اقول لحضرتك حاجه. انا ما طب ممكن اقول لحضرتك حاجه. احنا ما انت لما سالت السؤال هديك والله بس اديني فرصه. مش معناها مش معناها انت بتقول لي في مدرب مصري مش معناها ان احنا اولى. لا الاداره بتختار احنا بنبقى ورا الاداره. والله هقول لك حاجه يا كابتن. حتى المدرب اللي بيفشل وبيمشي كنا بنبقى. انت دي فرصه. قول يا ريس محمد صلاح. والله العظيم محمد صلاح معايا في الكنترول اهو واحمد الغامري على التليفون معاه وبيقول له والله ما اقصد كابتن ضيا. لا 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 اهو. لا ده رجع الكلام ده. ما هو انا اللي قاعد ضيف يا سيف معاك يا جماعه. مش كده بالراحه يعني. بلاش تفسروا الكلام وتغلوه بالمواقف. والله العظيم والله العظيم مفيش بيني وبين النادي الاهلي مواقف. طب دي واحده بس. والله العظيم الراجل على التليفون ماشي. وبيقول ما يقصدك. خلاص انا هحلف كده. خلاص يا ابو حميد براءه. وانا حبيت اوضح برضه الغمري براءه وهيكلمك في الفاصل. لا بيكلمني. اهلا وسهلا. حبيت اوضح لانه انا مش هساند النادي الاهلي. ليه؟ لا اسانده طبعا. وانا مش عايز ازيح المدرب وابقى مكانه او كابتن مختار او عادل او والله العظيم في سوء تفهم. انا ممكن اسيبك بس هتسرح هتحرق بنزين على الفاضي. بيراميدز نروح لبيراميدز. هنهديه بقى ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا بعد الفاصل قبل ما نخلص المساله دي. ودي نرجع ونشوف المباراة النهاردة مع كابتن ضيا سريعا والإجابة في 5 ثواني هيعمل فيها إيه؟ نبتدي المشوار. المشوار ده يلا يا نصر. بتاع البدل. تقف هنا لازم تبقى متشيك. شرط الكابتن كنت تحب تلعب تحت قيادة مين؟ ألعب تحت قيادة مين؟ لعبت تحت قيادة ناس كتير. أنت تحب اسم واحد بس سريعا. اسم واحد كابتن محمود جوهر. اللي بعده. هدف في المرمى افضل قرار اخذته في حياتك. افضل قرار ولا افضل قرار افضل قرار اخذته في حياتك اخذته في انه اتجوزت مراتي. اتجوزت. اللي بعده. شايفه تقنيه فيديو الفار. ايه القرار اللي لو الفار موجود تحب ترجع فيه او تفكر فيه تاني؟ ان انا ما نزلتش من دبي. ما نزلتش من دبي. اللي بعده. انا كنت ماسك مدير فني اتحاد الكره الامارات. هات وخد. بستمتع بالحوار مع مين؟ بستمتع بالحوار مع احمد ضياء السيد. احمد ضياء السيد. اللي بعده.
كاس البطوله تهديه لمين؟ واحد ليه فضل عليك. واحد ليه فضل عليا العيله. العيله كلها اللي خصوصا بعد. خصوصا نوران بنتي. نوران انا سامع دي اللي كلمتها واصله بقى هي الثقيله التقاله. كارت اخضر تسمح لمين يتدخل في قراراتك او يشاركك فيها؟ ما بسمحش بس هو مراتي بتحشر دماغها ومناخيرها. المدام النهارده عامله شغل جامد. اللي بعده بالعافيه يعني. كارت اصفر حد بتحبه تديله كارت اصفر وبينك وبينه لوم خفيف كده بدون ذكر اسباب اسمه بس. حد بحبه اديله كارت اصفر. لا لازم اقول اسمه؟ لازم اسم. ممكن احتفظ بالاسم؟ لا لازم اسم. وتبقى كده على المشاعر؟ ماليش دعوه. على المشاعر. ها؟ لا لازم اسم. لازم اسم؟ لا مش هقدر اقول اسم. طب يعني مجال ايه او ايه القصه او زعلان يعني ليه؟ ممكن يكون صداقه وعشره لكن للاسف بتنتهي يعني. اللي بعده كارت احمر حد استبعده من حياتك. نفس الكارت الاصفر. انا ما اعرفش ان في كارت احمر. مدير فني مدرب حد عشره عمر بس فضل حاجات كتيرة على العشرة يعني. اللي بعده وانا بعملها وانا متضايق يعني. مان اوف ذا ماتش دول ثلاث اسئلة. مين افضل رئيس نادي في تاريخك شفته؟ انا حضرت كابتن صالح. كابتن صالح سليم. من افضل مدرب؟ كابتن جوهري. كابتن جوهري. افضل لاعب؟ محمد صلاح طبعا. محمد صلاح. من افضل حكم؟ افضل حكم الله يرحمه كابتن محمد حسام الدين. الله يرحمه. شرفتنا ونورتنا كابتن. ربنا يخليك يا سيف. كلمك احمد الغامري وصافيا لبن ووضح لحضرتك. لا خلاص وضح لي بس هي الدنيا كويسه كانت محتاجه توضيح على الهواء لانها هي لبست فيا انا بس إن أنا خلاص تمام. لا تمام صافيا لبن ابو حميد خلاص وضح الدنيا خلاص. شرفتنا ونورتنا كابتن. شكرا يا سيف. شرف بوجود حضرتك دايما. تسلم لي حبيبي. خلصنا حلقتنا مع كابتن ضياء السيد. بكره ان شاء الله باذن الله في نفس الميعاد حلقه جديده مع الكابتن احمد شوبير. اشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله في استوديو الزمالك والنادي الاسماعيلي. مباراه بكره كبيره انتظرونا. اشوفكم على الف خير.